ازيكم؟ Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Deutschland. ألمانيا حلم الطفولة. وأنا صغير كان عمي عايش في ألمانيا ودايما كانوا بيحكوا لنا عن ألمانيا وإزاي ألمانيا جامدة جدا وبتاع، وكان نفسنا نروحها أنا وإسماعيل أخوي. بس خلاص ما بقتش نفسي أروحها قوي عادي يعني. بس بعد الحلقة دي هموت وأروح. تبركب القطر بس. في استفتاء اتعمل السنة اللي فاتت 2016 في ديفوس المؤتمر الاقتصادي عن ايه هي احسن دولة في العالم من ناحية ريادة الاعمال، النمو الاقتصادي، تأثير ثقافة الشعب على الاقتصاد والسياسة، والمانيا هي خدت المركز الاول على العالم وعدت كندا وامريكا وبريطانيا. عملنا بوست على الفيسبوك بيج بتاعتنا وسألنا الناس كلمة المانيا بتفكركم بايه. جالنا اجابات كتير جدا، بس كان اكتر حاجه في الاجابات ديت هي التزامهم بالمواعيد. طبعا فعلا الالمان بيلتزموا بالمواعيد بطريقه رهيبه، وهم كمان متخيلين ان غير الالمان كمان يلتزموا بالمواعيد زي ما هم بيلتزموا بيها. مش متخيلين حد ابدا يتاخر عن ميعاده، مش عارفين اللي فيها. مثلا انت لو عندك ميعاد مع الدكتور وتاخرت دقيقتين او ثلاثه، ميعاد الدكتور هيتلغي. وفي مثل الماني بيقول 5 دقائق قبل الميعاد هو ده الميعاد المظبوط للالمان. الالمان بيقدروا قيمه الوقت كتير. من الممكن حتى انت زميلك بالعمل تطلب منه انه بعد الشغل تطلع ومشي مشوار، يقول لك اسف انا عندي موعد او اسف مرتبط، او حتى ممكن يفتح لك دفتر مواعيده ويشوف امتى هو فاضي. عدا عن هيك شعب الالماني لطيف وودود. بس الصناعيه هناك يعني مثلا لو اتفقت مع سباك او كهربائي عشان يجي لك في ميعاد معين، مش هيقول لك الميعاد، هو هيقول لك اليوم. يعني مثلا يقول لك انا هجي لك يوم الثلاث، بس لو ضغطت عليه وحاولت تساله انت هتجي لي الساعه كام يوم الثلاث، هيقول لك مثلا من 6:30 الصبح ل2 الظهر، مش هيحدد لك ميعاد معين، وفي الاخر هيجي لك 6 مرات. بس عموما معظم الالمان متعودين بيعملوا كل حاجه بايديهم. البلد هناك كلها ماشيه بالمواعيد، مفيش اي حاجه هتعملها من غير مواعيد. لو زرت واحد قريبك ما ينفعش تجيله على غفله، لازم تحدد ميعاد من قبلها. لو اي مصلحه حكوميه، عايز تجدد الاي دي بتاعتك، عايز تعمل اي حاجه، لازم تحدد ميعاد الاول. كمان اياد من المانيا بعت لنا وقال لنا الالمان عاملين ازاي في الشغل. بقلب الاسبوع شعب جدي جدا، ما في عندهن اي شيء غير العمل العمل العمل. احيانا يعني بتحسهن الات اكثر ما هن بشر. عندهن دقه بالوقت وعندهن تفاني واخلاص بالعمل. المواصلات بقى، المواصلات طبعا بالموبايل ابلكيشن انت ممكن تشوف مواعيد اي وسيله مواصلات ما عدا الطيارات وتقدر تحجزها في اي وقت. وفي كارت شهري، الكارت ده انت تقدر برضو تركب بيه اي وسيله مواصلات ما عدا الطيارات. بس من غير الكارت الشهري ده برضو انت تقدر تركب اي وسيله مواصلات عادي جدا ومحدش هيكلمك، عشان الموضوع كله مبني على الثقه ما بين الناس والشركه بتاعت المواصلات دي. طبعا كمان جوه الباص هتلاقي مكنه ممكن تدفع بيها بالكوينز لو انت اصلا ما كانش معاك الكارت من قبلها. ممكن كل فتره كده بيطلع مفتش عشان يتاكد ان الناس كلها معاها الكروت او تذكره، ولو حد اتمسك ما كانش دافع او مش معاه كارت ممكن يدفع غرامه من 60 يورو ل 160 يورو. وده شكل محطه الاتوبيس، وفي لوحه كده بتعرفك ان الباص جاي بعد كام دقيقه، وده شكل المكنه اللي ممكن بتشتري منها التذكره. القطارات بقى، اسم شركه القطارات هناك اسمها ديوتشابان، دي بتوصل كل المدن ببعضها عن طريق القطارات السريعه. بتوصل سرعه القطر 300 كيلومتر في الساعه، هو اصلا سرعته 320 كيلومتر، بس بيمشي في المانيا 300 كيلومتر، في فرنسا بيمشي على 320 عادي. لو معاك كوبايه عصير جوه القطر ده والقطر ماشي باقصى سرعه ليه، مفيش نقطه عصير هتخرج بره الكوبايه وتقع على الارض عشان الاستابيليتي بتاعت القطر. القطر ده عامل في فخامته زي الطيارات كده، وكل محطه او مدينه بيعدي على القطر ده بيتفننوا في الديزاين بتاعها بحيث ان هي تبقى احسن واجهه مدينه. واول بقى ما بتدخل المدينه بتلاقي تاني المتروهات والباصات بتاعتك عادي جدا وكل حاجه حواليك. طريق طبعا وانت ماشي المفروض ان عندك طريق المشاة بتاعك. في مكان كمان مخصص للعجل او الدراجات، يعني العجل بيمشي عليه. انت لو مشيت في المسار او في الحاره بتاعت العجل دي هتلاقي واحد جاي لك من وراك بيقول لك بلايبن زيفيج فون ماينم فيكتير، يعني ابعد عن طريق الحيوان. ده للاسف اللي حصل مع مصطفى الشامي اللي بعت لنا وقال لنا على الموقف ده وحصل معاه، وهو طبعا اللي سمح لنا نقوله يعني. معلش يا مصطفى، ده غير انك ممكن تاخد مخالفه وتدفع غرامه في الموضوع ده. الطريق السريع هناك اسمه اوتوبان، ده الاسفلت بتاعه معمول زي الران واي بتاع الطيارات بالظبط. الطريق ده مفيش حدود لسرعتك فيه يا معلم، امشي براحتك خالص. والطريق ده شركات العربيات بتجرب فيه العربيات بتاعتهم عشان الامان اللي فيه، بس طبعا ده ما يمنعش ان في نسبة حوادث. بس مش قانوني مثلا وانت ماشي على طريق الاوتوبان ده البنزين بتاع عربيتك يخلص، ساعتها هتاخد مخالفه ورخصتك هتتسحب لمده 6 شهور. وكمان عموما في المانيا اللي بيمشي او بيجري على الطرق السريعه بيدفع 90 يورو غرامه. العنصريه بقى، في المانيا عموما مفيش تمييز للون ولا الدين ولا اللبس زي الحجاب مثلا. ودي مثلا يافطه محمد الهامي كان ماشي في الشارع وشافها وصورها لنا، مكتوب عليها بلد لجميع الثقافات. 56% من الشعب الالماني يعرف انجليزي بدرجه تخليه يعرف يتكلم معاك بالانجليزي. النسبه دي اتعملت سنه 2012 وانا للاسف ما عرفتش دلوقتي اجيب النسبه دي بقى كام، عشان كده ما
تلاقيش ناس كتير بتتكلم معاك بالانجليزي في المانيا. ممكن تلاقي نسبه الشباب اللي في المانيا بتتكلم انجليزي اكتر شويه من كبار السن. كمان هم مش بيحبوا يغلطوا، فهو يخاف يكلمك بلغه ممكن يغلط فيها فبيكلمك بالالماني على طول. بس طبعا في الفنادق والمتاحف ومطارات هيكلموك بالانجليزي عادي جدا. محمد الهامي كمان بيقول ان الالمان بيستعروا من تاريخهم، مثلا لو حد عمل تحيه هتلر لحد في الشارع ممكن يتحاكم فيها. هتلر مكروه جدا والنازيه مرفوضه بشده هناك، وبيقول لنا ان اسم هتلر لما بيتقال بيلفت النظر بطريقه وحشه جدا، والناس متاثره ومتازمه من الموضوع ده رغم انه عدى عليه سنين، لدرجة ان المدرسة بتاعتهم وهي بتكلمهم عن حائط برلين كان بتعيط. موضوع الازعاج في المانيا انك مثلا لو شغلت مكنسة او خلاط او مزيكا بصوت عالي بعد الساعة 10 بالليل او في الويك اند بعد الساعة 12 بالليل، عادي جدا ان واحد جارك يروح مكلم الشرطة والشرطة تجيلك لحد البيت وتطلع ممكن تفتش البيت وفيها بهدلة وغرام. البيرة عندهم محبوبة بشكل فظيع. بعد الشغل كل يوم او يوم السبت بتلاقي الناس ماشية في الشارع بالبيرة بتاعتها، وكل مدينة او مقاطعة بتعتز بالبيرة بتاعتها وبيتنافسوا مع بعض فيها، وده مشروب اساسي عندهم زي الميه، يمكن ارخص من الميه كمان، وعندهم مساواه بالحقوق في اي حاجه، الراجل زي الست، ممكن جدا تلاقي ست بتشتغل اي شغلانه، ممكن تسوق مقطوره، ممكن تشتغل في مصنع عادي خالص. وفي كمان حاجات غريبه جدا في المانيا، ان مثلا هم مش بيعاقبوا الشخص اللي بيهرب من السجن، بيقول لك عشان دي غريزه الانسان ان هو يبقى حر، بس مثلا لو في مسجون حاول يهرب وتسبب اي ضرر في ممتلكات العامه او رجال الامن اللي حاولوا يجروا وراه، ده ساعتها اللي بيتحبس وبياخد عقاب. يعني لو هربت اهرب من غير ما تعمل اي حاجه حواليك، يعني اهرب بالراحه. في حاجه تانية غريبه علينا بس هي حلوه، ان في السوبر ماركت انت ممكن في مكنه كده بتحط فيها العلب، يعني مثلا كان بتاع بيبسي مثلا او ازايز، وتاخد مكانها فلوس عشان الريسايكلينج وعشان ما يشغلوش عمال النظافه. فكره الحاجات الوحشه، كل حاجه بتقفل يوم لحد ما عاد البنزينات كتر خيره. والمانيا هي اقل معدل مواليد في العالم وعدت اليابان السنه اللي فاتت. في دراسه اتعملت السنه اللي فاتت بتقول ان في من كل 1000 نسمه في 8.2 اطفال في الالف نسمه دول، وده في الخمس سنين الاخير. في الاف المدارس قفلت بسبب قله عدد المواليد، وبرده زي اليابان هم بيفضلوا تربيه القطط والكلاب عن الاطفال. بس بعكس اليابان بقى، الكبار في السن واخدين حقهم وليهم امتيازات ومرتب بتاعهم معاش يعني كويس جدا. الضرايب بقى كل الناس بتشتكي منها، انت مثلا لو شخص مش متجوز ولا عندك اطفال بتدفع 40% ضرايب، وعشان يضمنوا انك هتدفع الضرايب دي هم بياخدوا الضرايب من قبل ما تقبض اصلا. وفي ضريبه اسمها زد دي اف، دي ضريبه التلفزيون والراديو هناك، دي انت بتدفعها حتى لو ما عندكش تلفزيون وما بتتفرجش على التلفزيون اصلا. هم 17 يورو ونص، وكل الناس حتى الوافدين اللي بيدرسوا في المانيا بيدفعوا كل شهر ال 17 يورو ونص دول. المدن في المانيا، المدن في المانيا مختلفين عن بعضهم شويه، يعني ممكن تسافر من بلد لبلد تحس انك رحت بلد تانية خالص. مثلا بعت لنا اياد يكلمنا عن مدينه اخن. من سكان مدينه اخن، اخن مشهوره بنقطه اسمها دغايلاندا بونكت. دغايلاندا بونكت يعني نقطه الثلاث دول، هو مفروض انه هاي النقطة يمر فيها حدود من ثلاث دول، بلجيكا هولندا والمانيا. طبعا هي مش مثل الحدود اللي موجودة بدولنا العربية، ولكن بهالنقطة تحديدا انه يعني بيمرق فيها، مفروض انه يمرق فيها هالثلاث دول، حدود ثلاث دول. وكمان كلمنا عن مدينة كاسل. مدينة كاسل من الشغلات الحلوة المميزة فيها طبعا نهر فولدا. نهر فولدا صغير مثل ما انتم شايفين وراي. في اسطوره قديمه بتقول انه هيركوليس واللي هو قصره بيبعد بضعه كيلومترات عن المدينه، رمى بالفأس تبعه من اعلى التله، والفأس تبعه نزل تمام نزل هون على ضفه النهر. من اكثر الشغلات اللي انا بعرفها عن المانيا واللي ما كتير ناس بيعرفوها من برا البلد هو الاكتوبر فيست. الأكتوبر فيست هو مهرجان بينعمل بمدينة ميونخ أو بافاريا بشكل عام، ميونخ بشكل خاص، بيجي زوار من كل أنحاء العالم. أهم الشغلات التقليدية اللي فيه هو لباس البافاري التقليدي وشرب البيرة. الألمان بيموتوا كتير بشغلتين، بيشربوا بيرة كتير، عندهم كلاب كتير بيحبوا بالعطل بأوقات العطلة مثل اليوم السبت أنه يطلعوا ويمشوا كلابهم، بيشربوا بيرة بالبارات وبس. يا رب يكون عجبكم الفيديو. هذا الفيديو لصفحة بيسوهاد. سلام. اياد جامد جدا، انا مش عارف هو ليه ما بيعملش فيديوهات. وفي بقى ناس من سويسرا عايشين في ميونخ وشغلهم في سويسرا، وبيروحوا كل يوم شغلهم من ميونخ لسويسرا رايح جاي كل يوم، بس عشان العيشه في ميونخ ارخص من سويسرا. التعليم في المانيا
سنة 2016 حصل ارتفاع بنسبة الطلاب الأجانب في ألمانيا بنسبة 7%، ولو حسبناها من سنة 2012 لحد دلوقتي هنلاقيهم 20% زيادة، وفي من كل 10 طلاب ألمان واحد أجنبي. طبعا دي حاجة جميلة جدا وهتزود الدخل للجامعات ووزارة التعليم، بس لا، الموضوع مختلف خالص. في ألمانيا التعليم شبه مجاني، في ناس بتقول إنه ببلاش، بس خليها شبه مجاني، لأنه بالمقارنة مع مثلا كندا أو إنجلترا أو أمريكا المصاريف عبيطة خالص. مصاريف الترم في ألمانيا تتراوح ما بين 300 ل 650 يورو. وعبد الرحمن يحيى، واحد من اللي كتبوا معانا السكريبت ده، هو طالب عراقي عايش في ألمانيا، قال لنا إنه قدم في الصيدلة بتاعة جامعة شتوتغارت وما دفعش فلوس تماما، مجاني 100%. الباسبور الألماني هو أقوى باسبور في العالم، تقدر تدخل بيه 177 بلد، والناس هناك بتعاني في الشتاء من درجة الحرارة المنخفضة بتوصل لسالب 15. للأسف أنا في حاجات كتير قوي كنت نفسي أقولها في الفيديو ده عشان ما يطولش، بس هو أصلاً طول خلاص. كنت عايز أتكلم عن صناعة السيارات، وعايز أتكلم أكتر عن المدن اللي هناك. اللي عمل الفيديو ده معانا هي ليلى من الأردن، محمد إلهامي هو مصري بيدرس في ألمانيا، وعبد الرحمن يحيى هو عراقي عايش في ألمانيا بيدرس برضه، وكوساي سوري عايش في ألمانيا، ومصطفى الشامي من مصر، وإياد الفظيع. ده غير الناس اللي طلبت مننا ما أقولش اسمها للأسف. صور نفسك بطريقتك بتقول ازيكوا عشان اخدها واحطها في اول الحلقات الجايه ان شاء الله. ممكن تقول استنونا في الحلقه الجايه من بسهات برضو بطريقه، وبعتها لنا على basemology@gmail.com. ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب. استنى في الحلقه الجايه بسهات.